ينضم إلينا من باريس مراسل غد علاء الدين صلال. إذن علاء الدين، هل سيصوت مجلس النواب الفرنسي على حجب الثقة على الحكومة الفرنسية، وهل من ردود فعل من الحكومة أو من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن هذا التصويت؟ نعم، في الحقيقة سيهم بعد قليل سينطلق اجتماع للنواب داخل البرلمان الفرنسي، سيتم مناقشة المقترحان المقدمان من قبل أحزاب صغيرة كأحزاب الحريات والمستقلين وأقاليم البحار، بالإضافة أيضا إلى المقترح الذي تقدمت به حكومة أو رئيسة الكتلة حزب التجمع الوطني مارين لوبين في البرلمان الفرنسي. على ما يبدو بأن كثير من النواب سيصوتون لمقترح الأحزاب الصغيرة، الأحزاب المعتدلة إنجاز التعبير، لكن بالنسبة للمقترح الذي تقدمت به مارين لوبين فلن يتم التصويت عليه، التصويت لصالحه أبدا، خصوصا وأنه قبل قليل كان هنالك مجموعة من استطلاعات الرأي تحدثت بأن نسبة الذين سيصوتون لصالح حجب الثقة قد بلغت 267 صوتا أو نائبا، مما يعني بأن هذه أو نجاح التصويت لسحب الثقة بحاجة إلى 20 صوتا آخرين. على ما يبدو بأن المعارضة تعتمد اليوم على النواب في حزب الجمهوري، الحزب اليمين الوسطي، خصوصا وأن هنالك تصريحات كان قد أدلى بها بعض النواب ويبلغ عددهم حوالي 16 نائبا من حزب الجمهوريين، قالوا بأنهم سيصوتون لصالح سحب الثقة. بالنسبة أيضا للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فإنه التزم الصمت إلى حتى ليلة أمس حين تحدث وقال بأنه ينتظر ما ستؤول إليه الأمور والتصويت داخل البرلمان. لكن في حال فشل المعارضة في نجاح أو في إسقاط الحكومة الفرنسية، فإن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ماض في تطبيق قانون إصلاح نظام التقاعد واستخدام المادة 49/3 من القانون الفرنسي، هذا بحسب تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. أما بالنسبة لأحزاب المعارضة فهنالك حشد كبير تقوم به المعارضة داخل البرلمان، وعلى رأسها جون لوك ميلونشو زعيم اليسار الراديكالي، يحاول توحيد الصفوف المعارضة، خصوصا وأنه إذا تم إسقاط هذه الحكومة فهي ستعتبر سابقة في الجمهورية الفرنسية الخامسة منذ عام 1958. لكن على ما يبدو بأن هنالك انقسام أيضا سياسي لدى المعارضة على اعتبار بأنها لن تصوت لصالح مقترح اليمين المتطرف حزب التجمع الوطني. أيضا هنالك تهديدات كان قد تعرض لها بعض النواب، مما اضطر رئيسة كتلة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون داخل البرلمان لتوجيه طلب لوزير الداخلية لحماية هؤلاء النواب الذين تم تهديدهم من قبل متظاهرين محتجين على نظام التقاعد. بالإضافة أيضا إلى أن رئيس حزب الجمهوريين إيريك سيوتي كان قد تعرض مكتبه يوم أمس لرشق بالحجارة وتكسير للزجاج من فيما يخص هذه الفوضى لصالح سحب الثقة التي يقوم بها المواطنون الفرنسيون. ماذا، هل لا تزال هذه الاحتجاجات في شوارع المدن الفرنسية؟ هي مظاهرات عفوية لم يتم الدعوة إليها، لكن الفرنسيين الغاضبين يخرجون إلى الشوارع وقاموا بقطع الطرق منذ ساعات الصباح الباكر، خصوصا في مناطق وسط البلاد وجنوبها. أيضا هنالك كان في العاصمة الفرنسية باريس قبل قليل مظاهرة لعدد من الطلاب الجامعات، وقد بلغ عددهم نحو 1000 طالب، قامت الشرطة الفرنسية بإيقافهم ومنعهم من الوصول إلى ساحة لا كونكورد حيث نقف هنا وحيث يقع البرلمان الفرنسي. أيضا قامت بإغلاق هذه الساحة من جميع مداخلها، بالإضافة أيضا إلى توقيف حركة مترو الأنفاق والمواصلات التي تصل أحياء العاصمة بهذه المنطقة، تخوفا من وقوع اشتباكات ومظاهرات خلال فترة التصويت التي من المقرر أن يتم إعلان هذه النتائج هذا التصويت في الساعة 6 مساء بتوقيت باريس. لكن على ما يبدو بأن الساعات المقبلة ستكون ساعات حاسمة
جدا بالنسبة لفرنسا على الصعيد الداخلي، وأيضا بالنسبة لاتحاد النقابات العمالية والشارع الفرنسي. في حال نجحت الحكومة بتطبيق أو تمرير هذا القانون، أو بالنسبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحكومته في حال فشلت المعارضة في حشد الأصوات لسحب الثقة، فبالتالي هذا يعني انتهاء الجدل أو النزاع داخل الشارع الفرنسي وهذا الانقسام. شكرا جزيلا لك على الدين صلال، مراسل الغد من باريس.